أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة درس جديد من دروس النحو، وهو تابع من التوابع اللي أنت مقررة عليك أو اللي أنت درستها، وهو العطف. مر عليكم العطف قبل كده باستخدام بعض الحروف اللي هي الواو وأو وثم. السنة دي هتعرف العطف باستخدام بعض الحروف الجديد. فعندي أول حرف من حروف العطف لكن. طبعا مبدئيا جملة العطف تتكون من معطوف عليه، حرف عطف، معطوف. تاني، جملة العطف تتكون من معطوف عليه، حرف عطف، معطوف. لكن بقى، وبقول لكن بسكون النون وليس تشديدها، لأن عندي لكن بتشديد النون دي أخت إن حاجة تانية خالص مالناش علاقة بيها. أنا بقول لكن بالنون الساكنة اللي هي تفيد الاستدراك، بمعنى بستدرك في الكلام حتى لا يكون هناك فهما خاطئا. شروط لكن ليها ثلاث شروط. أولا، لابد أن تسبق بنفي أو نهي، يعني جملتها تبدأ بنفي أو نهي. لا تسبق لكن بواو، ما تجيبش واو قبل لكن. أن يكون المعطوف والمعطوف عليه مفردين متغايرين بمعنى مختلفين في المعنى، وهنبينها في الأمثلة. ونشوف بقى لكن أفادت إيه. فهنا بتقول المثال الأول: ما كافأت الكسولة لكن المجد. معنى الجملة دي المكافأة كانت لمين؟ للي قبل لكن ولا اللي بعدها؟ ها، أسمع كده. واحد بيقول لي أثبتت الحكم للمعطوف ونفته عن المعطوف عليه. فإحنا أثبتنا المكافأة للمجد ونفينا المكافأة عن الكسول. يبقى لكن زي ما الجدول موجود عندك وبيقول لك تفيد الحكم عن المعطوف عليه وتثبته، تنفي الحكم عن المعطوف عليه وتثبته للمعطوف. لن ينتصر الظلم لكن العدل. يبقى أثبتنا الحكم للمعطوف اللي هو بعد لكن ونفيناه عن المعطوف عليه اللي هو قبل لكن. ملاحظ في المثالين واحد واثنين إن الجملة بدأت بنفي، ماشي، اللي هو شروط عمل. طيب شوف الجملة رقم 3: لا تسرع إلى الرذيلة لكن الفضيلة. مسبوقة هنا الجملة بإيه؟ بنهي، اللي احنا لسه قايلين شروط عملها أن تسبق بنفي أو نهي، فهنا سبقت بنهي. نفس الكلام لكن أثبتت إيه؟ أثبتت الحكم لما بعدها ونفته عما قبلها. ونفس الكلام في المثال الرابع. يبقى آدي لكن عرفنا معناها تثبت الحكم للمعطوف وتنفيه عن المعطوف عليه، ولا بد أن تسبق يا إما بنفي أو نهي، ولا تسبق لكن بواو، وأن يكون المعطوف والمعطوف عليه مفردين متغيرين. الأداة الثانية عندنا السنة دي لا، نفس الكلام. يا ترى إيه شروط عمل لا؟ قالك إن الجملة قبلها تكون مثبتة، يعني ما فيش لا أداة نفي ولا أداة نهي، مثبتة. وأن يكون المعطوف والمعطوف عليه مفردين متغايرين. طب تعالوا نشوف الأمثلة ونشوف لا هنا أفادت إيه. نريد السلام لا الاستسلام. نريد السلامة لا الاستسلام. هتلاحظ الجملة نمرة واحد مثبتة. طيب لا أفادت إيه؟ لا هنا أثبتت الحكم لما قبلها اللي هو المعطوف عليه ونفته عما بعدها اللي هو المعطوف. فنحن نريد السلام اللي هو المعطوف عليه ونفينا الحكم للمعطوف ما بعد له.
أحب الوفاء للغدر. ها نفس الكلام، أثبتنا الحكم لما قبل لا، ونفينا الحكم عما بعدها. ينتصر الحق الخير للشر، أثبتنا الحكم لما قبل لا اللي هو الخير، ونفيناه عما بعد لا اللي هو الشر. يبقى آدي لا اللي قلنا بتفيد إثبات الحكم لما قبلها اللي هو المعطوف عليه، ونفيه عما بعدها اللي هو المعطوف. الأداة الثالثة والأخيرة هي بل. أولا بل تثبت الحكم للمعطوف وتنفيه عن المعطوف عليه. تاني بل بتفيد إيه يا شباب؟ إثبات الحكم للمعطوف ونفيه عن المعطوف عليه. طيب هل لها شروط عمل؟ قال لك بقى بل ممكن تيجي قبلها جملة مثبتة أو جملة منفية، تيجي قبلها جملة مثبتة أو جملة منفية. وشرط أساسي في كل أدوات العطف إن المعطوف والمعطوف عليه يكونان مفردين متغايرين، وأنا قلت لكم يعني إيه متغايرين في بداية الدرس. تعالوا نشوف بعض الأمثلة اللي عندي. تابعت المسلسل بل المباراة، يا ترى المتابعة هنا كانت لمين؟ انت فهمت ايه من الجملة؟ تابعت المسلسل ولا المباراة؟ سمع واحد بيقول لي معنى الجملة كده ان انا تابعت المباراة، كنت الاول بتابع المسلسل ولكن بعد كده تابعت المباراة. يبقى اثبتنا الحكم لما بعد بل اللي هو المعطوف، ونفيناه عما قبل بل اللي هو المعطوف عليه. لا يفيد الكذب بل الصدق، اهو اثبتنا الافاده لما بعد بل اللي هو الصدق، ونفينا الافاده لما قبل بل اللي هو الكذب اللي هو المعطوف عليه. ما صاحبت كاذبا بل صادقا، ها تبقى المصاحبه هنا كانت لمين؟ ايوه سما واحد بيقول لي للي بعد بل اللي هو كلمه صادق المعطوف، ونفينا المصاحبه للمعطوف عليه. يبقى آدي بل تثبت الحكم للمعطوف وتنفيه عن المعطوف عليه. شرطها الأساسي أن يكون المعطوف والمعطوف عليه مفردين متغيرين. الجملة قبلها قد تكون مثبتة أو منفية. كده ده العطف. لما حد يسألني بقى طب أعرب المعطوف إزاي؟ إحنا اتفقنا دي كلها بتندرج تحت ما يسمى بالتوابع. يعني إيه كلمة توابع؟ يعني كلمة بتتبع كلمة قبلها، أهم شيء في الإعراب. يعني قلنا التوكيد يتبع المؤكد في الإعراب، المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب، النعت يتبع المنعوت في الإعراب، البدل يتبع المبدل منه في الإعراب. عشان كده سموها توابع. يبقى ما أجي أعرب كلمة وقعت عطف، بالتالي أنا أشوف المعطوف عليه إعرابه إيه وأديله نفس الإعراب. يعني ناخد على سبيل المثال تابعت المسلسل بل المباراة، فين المعطوف عليه؟ أيوة سمع واحد يقول للمسلسل، يلا نعربها. نعرف كده جزء جزء. تابعته ما ينفعش عرب على بعضها كده، تابعته زي عبارة عن كلمتين. تابع فعل ماضي مبني على السكون، التاء تاء الفاعل، المسلسل مفعول به منصوب. يبقى المعطوف عليه طلع هنا ايه؟ مفعول به منصوب. بالتالي لما اجي اعرب كلمة المباراة هقول معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة لانه يتبع المعطوف عليه، وهكذا اعراب اي كلمة تأتي معطوف.
طبعا عندي تدريبات عين المعطوف والمعطوف عليه وما يفيد حرف العطف، كن مفتاحا للخير لا محراكا للشر. يلا كده مع بعض. اولا لازم نحدد اداه العطف، فالاداه عندي هنا ايوه سامح بيقول لي لا، تمام. طب فين المعطوف عليه والمعطوف؟ احنا متفقين المعطوف ياتي بعد اداه العطف، المعطوف عليه قبلها. فهنا كن مفتاحا للخير، يبقى مفتاحا هنا ده المعطوف عليه. وفين المعطوف؟ اللي بعد لا، محراكا. تمام. لو قال لك اعرب المعطوف، لسه قايلين المعطوف يتبع المعطوف عليه في الاعراب، فكلمه مفتاحا دي خبر كن منصوب وعلامه نصبه الفتحه، يبقى محراكا لما اجي اعربها اقول معطوف منصوب وعلامه نصبه الفتحه. ماشي. السؤال بيقول لك وما يفيد حرف العطف. لا هنا افادت ايه؟ بتثبت الحكم لما قبلها اللي هو المعطوف عليه وتنفيه عما بعدها. تمام يا اولاد. طبعا عندك تدريبات اخرى بتحلها وبنتواصل مع بعض ونشوف لو في اي شيء بيقف قدامك بنتداركه وبنشرحه مرة ثانية. وبالتوفيق وألقاكم في درس قادم إن شاء الله.